بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. خلاص قبل 48 ساعه من المباراه المرتقبه ما بين الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، هي مباراه القرن في المونديالتو، لقاء القرن ما بين بطل افريقيا او نادي القرن في افريقيا مع نادي القرن في اوروبا، النادي الملكي فريق ريال مدريد من افضل فرق العالم. بالتاكيد مواجهه مهمه جدا والاحداث مهمة وكبيرة في المغرب، ولا حديث يعلو على هذه المباراة الهامة في كل الأوساط القروية والإعلامية في المملكة المغربية، في الشارع الرياضي المغربي، في الإعلام المغربي، الكل بلا استثناء يتحدث عن مواجهة ممثل مصر وممثل الكرة العربية والإفريقية في مواجهة بطل أوروبا. وبإذن الله إن شاء الله الملعب كامل العدد والتشجيع والحضور كله هيكون لصالح النادي الأهلي في هذه المباراة. أؤمن بنفسك، خليك دايما مؤمن بقدراتك، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدم أفضل ما لديه، وبإذن الله النتيجة تكون في صالح النادي الأهلي وسط حضور إعلامي واهتمام كبير جدا بوجود النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وكل الناس اللي بتتابعنا وبتشارك معانا من خلال السوشيال ميديا عبر برنامج الترند، توجه رسالة للاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. رسالتك هتوصل، كل حاجة بتوصل للعيبة وللجهاز الفني، فالدعم مهم جدا خلال ال 48 ساعة اللي جاية. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا عبر السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم للعيبة والجهاز الفني. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة ريال مدريد، وكمان أفشة يتعافى وكهربا يعاني من إجهاد عضلي، وأخيرا غموض موقف كورتوا حارس الريال من المشاركة أمام الأهلي. عارفين كده لما نتكلم على فرقة الريال والأهلي وتلاقي مثلا نص ملعب الريال مودريتش وفالفيردي وتوني كروز، قدام مثلا ثلاثة من نجوم الأهلي والكرة المصرية سواء حمدي فتحي وعمرو السولية وكمان المالي أليو ديانج. الوضع ممتع لينا كلنا كإعلام وكصحافة قبل هذه المباراة المرتقبة. طيب نروح لاستعراض مباراة اليوم، والنهاردة عندنا مباراة واحدة فقط في الدوري المصري، فاركو بيستضيف الزمالك في هذه اللحظات. يمكن المباراة بدأت منذ دقائق قليلة، وهذه المباراة ضمن الجولة 17 من عمر مباريات الدوري العام. بكرة إن شاء الله اللقاء الأول في الدور نصف النهائي الهلال وفلامينجو، ويوم الأربعاء اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي ما بين الأهلي وريال مدريد. ببدأ بالأهلي لأن الأهلي هو صاحب الملعب والحضور بإذن الله، ولسه ما في اجتماعات فنية وحاجات كتير هنقولها في الفقرة اللي جاية من ضمن الأخبار والكواليس المتعلقة ببعثة فريق النادي الأهلي في المغرب. ولكن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل باقي فقرات برنامج الترند. زي ما انتم شايفين اللقطات الخاصة والحصرية من المغرب، ولقطات مهمة جدا للاعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة ريال مدريد. مارسيل كولر يمكن أطفى مزيدا من الطمأنينة والإيجابية والتعامل بشكل رائع جدا في العلاقة ما بينه وما بين اللاعبين خلال سفرية المغرب تحديدا، يمكن قرب بشكل كبير جدا من لاعيبة الأهلي. ولو تلاحظوا حتى في اللقطات اللي بنشوفها على مدار الأسبوع الماضي وقبل مواجهات اللي جاية سواء في الدور نصف النهائي أو إن شاء الله الختام يوم السبت اللي جاي، اللعيبه اللي بره القايمه النهائيه والرسميه بيتعامل معاهم وبيهنيهم حتى على الفوز، واللعيبه يمكن بترد عليه بنفس رد الفعل بنفس الايجابيه. يعني تبص مثلا على مارسيل كولر بيتعامل مع شادي حسين زي ما بيتعامل مع محمد شريف، نفس الامر مع ايمن اشرف، نفس الامر مع برونو سافيو. دي الامور الايجابيه اللي واضحه جدا من خلال اللقطات اللي بنشوفها من معسكر الاهلي في المغرب، والبطوله دي تحديدا يمكن قربت الجهاز من اللعيبه بشكل كبير جدا وبشكل ايجابي جدا. في نقطه
وده خبر مهم يمكن منذ لحظات لسه دلوقتي جاي لي من المغرب. السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا هيكون موجود في مباراة الأهلي وريال مدريد بإذن الله في المغرب يوم الأربعاء اللي جاي. رئيس الاتحاد الدولي يمكن بلغ وأخطر الاتحاد المغربي لكرة القدم، وكان في اتصال هاتفي مع فوزي لكجع رئيس الجامعة الملكية، بلغه أنه هيكون موجود وهيحضر مباراتي نصف النهائي، وكمان هيكون مستمر حتى المباراة النهائية ومباراة الختام يوم السبت المقبل. دي لقطات النهاردة للفريق في الرباط. كلنا عارفين الفترة الأخيرة الأهلي كان موجود في طنجة، لكن خلاص الفريق رجع بقى وبقى موجود في الرباط وبيستعد لمباراة الريال. النهاردة كان أول تدريب وتدريب على الملعب الفرعي لملاعب الجامعة الملكية المغربية، دي الملاعب المخصصة للمنتخبات الوطنية في المغرب، والنهاردة كان أول تدريب في الملعب الفرعي للجامعة الملكية المغربية. طبعا في مسألة بقى الإجهاد العضلي، الإجهاد البدني، رحلة السفر. طبعا رحلة السفر كانت بالحافلة وبالأتوبيس، يمكن الفيفا كان عرض أن الفريق يسافر عن طريق القطار، يمكن قطار البراك هناك في المغرب من القطارات الحديثة والسريعة، يمكن رحلة السفر ما بتستغرقش ساعة، لكن مارسيل كولر فضل أن الفريق يسافر في الحافلة في الأتوبيس زي ما هو متعود دايما لما بيجي يسافر مثلا من القاهرة للأسكندرية بيسافر بنفس الإطار. قدامنا على الشاشة الكابتن سمير عدلي، العميد علاء صلاح المنسق الأمني، وامبارح الكابتن سمير عدلي على فكرة يمكن سبق البعثة ووصل الرباط قبل وصول البعثة بحوالي 6 ساعات، عشان مجرد ما تيجي البعثة للرباط تجد كل الوسائل الممكنة للدخول بسرعة لغرف الفندق عشان ما يكونش فيه وقت أو ما يكونش فيه إجهاد، واللعيبة بسرعة تروح للأوض عشان تنام وتستعد لليوم التالي. الاجتماع الفني لماتش الأهلي وريال مدريد هيقام إن شاء الله بكرة الساعة 5 زي دلوقتي، هيكون في قاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وده الاستاد اللي هيستضيف مباراة الأهلي وريال مدريد. الاجتماع الفني بحضور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس والمنسق العام للبعثة، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والطاقم الإداري للبعثة اللي بيضم كابتن سمير عدلي وجمال جبر مدير الإعلام وعلاء صلاح المنسق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق. يمكن الفرقتين الأهلي والريال مع مسؤول اللجنة المنظمة في الفيفا وطاقم تحكيم المباراة، وكلنا عارفين بقى طبعا فكرة الأهلي هيرتدي طبعا الزي الأساسي ليه بكرة المباراة، هو طبعا الأهلي صاحب الملعب فهيرتدي الزي الأساسي الشورت الأحمر غالبا، يعني طبعا هنستنى الاجتماع بكرة بس غالبا الأهلي ممكن يغير الشورت أو الريال هيغير الشورت، لأن الريال بيلبس أبيض في أبيض فممكن الريال يغير الشورت، الأهلي دايما الشورت بتاعه بيبقى أبيض، فالأهلي هو صاحب المباراة، هل هيتنازل عن الشورت ويلبس الأسود مع التيشيرت الأحمر؟ ده هنشوفه بكرة إن شاء الله بعد نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد. كمان اللجنة المنظمة هتعرض على كافة على وفد الناديين كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والنهاردة بعثة الريال هتصل إلى المغرب استعدادا لمباراة يوم الأربعاء اللي جاي. الريال كان بيلعب امبارح مباراة مع ريال مايوركا في ختام الدوري الأسباني وخسر بهدف مقابل لا شيء، اون جول يعني هدف في مرماه أحرزه ناتشو، لكن طبعا مواجهة الريال مع الأهلي أكيد بتختلف والطموحات بتختلف والدوافع بتختلف، سواء للريال لأنه عايز يعمل بطولة في ظل اتساع الفارق بينه وبين برشلونة في الدوري الأسباني 8 نقاط، فعايز يعمل بطولة زي كأس العالم عشان يبقى حافز ليه لما يرجع الدوري الأسباني يكمل في المنافسة مع برشلونة، وفي الأهلي أكيد في دوافع وتحديات كثيرة جدا، لكن مش محتاجين نتكلم عن الدوافع، كل لاعب عارف إيه المطلوب منه، كل لاعب عارف الهدف المرجو من هذه المباراة، مش محتاج تحفز ولا تتكلم كتير، المباراة تتحدث عن نفسها. طيب بكرة أول مؤتمر صحفي في كأس العالم للأندية، الناس تقول لي ما كانت في لقاءات في التدريبات الأخيرة وتصريحات للشناوي وكولر، لا كولر والشناوي بكرة هيكونوا في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وريال مدريد، وطبقا للوائح المعدة من الفيفا المؤتمر الصحفي اللي بيكون من خلال الستيج برعاة الفيفا وشعار الفيفا بيبدأ من الدور نصف النهائي. التصريحات التي أدلت بها الأجهزة الفنية واللاعبين على هامش المران كان اتفاق ودي، بس انت بتصرح قبل المباراة ب 24 ساعة احتراما بس لوسائل الإعلام، ولكن المؤتمر الصحفي الرسمي سيبدأ من اليوم. النهاردة المؤتمر للهلال وفلامينجو هيتعمل في طنجة، وبكرة المؤتمر للأهلي والريال وهيتعمل في الرباط، ويمكن المؤتمر هيحضره من الأهلي كابتن مارسيل كولر المدير الفني، ومحمد الشناوي كابتن الفريق،
والمؤتمر هيكون معاده في الواحدة إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، عشان كل الناس بالتأكيد تكون حريصة على متابعته، وهيكون في حضور كبير جدا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية. طيب الأهلي النهاردة أغلق تدريباته، الصورة اللي أنتم شايفينها دي النهاردة في الرباط ده تدريب مغلق، كان مسموح بس للقناة الأهلي وللموقع الرسمي والسوشيال ميديا الرسمية للنادي الأهلي، هي بتلتقط بعض اللقطات الخاصة بالتدريب وأول ربع ساعة تحديدا يعني، لكن بشكل عام ما كانش فيه أي وسيلة إعلامية أخرى طبقا لتعليمات مارسيل كولر، لأن بكرة أكيد أول ربع ساعة من التدريب هيكون مفتوح لكل وسائل الإعلام. بكرة الفريق الأول هيأدي مرانه الرئيسي استعدادا لمباراة الريال الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وهذا نفس توقيت ميعاد المباراة ما بين الأهلي والريال يوم الأربعاء. والتدريب بكرة حسب الأخبار اللي معايا هيكون على ملعب مولاي عبد الله، وأعتقد يمكن أول تدريب للأهلي هيكون على الملعب اللي بيستضيف المباراة. طيب في تفاصيل أكتر، وأنا حاولت بس كده دردش معاكم شوية في بعض الأخبار والمعلومات قبل مباراة الريال، لكن طبعا كل الأخبار الحصرية والكواليس الحصرية هتكون من خلال زميلنا كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في المغرب مع بعثة فريق النادي الأهلي في الرباط. مساء الفل يا كريم. مساء الفل عليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بيك، والناس كلها مستنية تسمع منك، ما هو الجديد لديك؟ يعني بالتأكيد الحقيقة عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي على حالة اللاعبين، الوصول، فندق، الإقامة، كل الأمور دي الحقيقة محمد. يعني كالعادة طبعا ترتيبات مميزة جدا، السفر كان طويل شوية بالنسبة للأمس يعني 3 ساعات، لكن الحقيقة في خلال مسيرتنا في الطريق الترحاب الكبير اللي احنا شفناه كالعادة من أشقائنا المغاربة بيزود الدوافع الحقيقة عند لاعبي النادي الأهلي وعند الجهاز الفني. يعني كنا متوقفين في بريك في الطريق، شفنا الحقيقة الهتاف الجميل والتحية الكبيرة جدا جدا للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. الجانب الأمني كمان يا محمد بيقوم بدور كبير جدا جدا هنا في المغرب الحقيقة، يعني في كل خطوة معانا التعليمات بينسقوا أمور عديدة جدا، عشان كده زي ما بقول لك في كل مرة نقول بنتمنى النجاح الحقيقة للمغرب في التنظيم وعلى أدائهم المميز جدا ده، إن شاء الله بإذن الله كأس العالم يكون ناجح. شفنا الحقيقة الأيام الماضية مباريات مهمة جدا بتنظيم على أعلى مستوى، لكن إن شاء الله بإذن الله الأدوار القادمة يستمروا على تنظيمهم الأكثر من رائع. كالعادة بقى فندق الإقامة الأمور طيبة جدا الحقيقة لفريق النادي الأهلي، يعني من خلال لحظات وصل الكابتن أسامة حسني في دعم كبير جدا يا محمد طبعا أنت عارف، يعني هيتوافد بعض أعضاء مجلس الإدارة في خلال الأيام القادمة قبل موعد المباراة لتكون مساندة كاملة. مجلس الإدارة إن شاء الله يكون بالكامل خلف فريق النادي الأهلي في مباراة ومواجهة مهمة جدا الأهلي وريال مدريد. ويمكن هنكرر هذه الجملة محمد طبعا، يعني الاحترام مهم جدا، لكن لابد ان انت ما تخافش من ريال مدريد، ادي له كل الاحترام، توفيق ربنا ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي ومع مستر كولر اللي من عقب انتهاء المباراه محمد زي ما شفنا وشفنا الهارد ديسك الراجل اتفرج واتفرج اتفرج كمان على مباراه الامس مباراه ريال مدريد وريال ميوركا، حاول ان هو طبعا بشكل كبير جدا يقف على نقاط القوه والضعف. لكن الاهم النهارده هو تدريب فريق النادي الاهلي، اتكلمنا على مستر كولر ان هو لابد مع الجانب الفني يكون في رفع ضغوطات بشكل كبير، والحقيقه محمد بان النهارده في التدريب هتشوف في خلال الهايلايتس اللي هيجي لك طبعا يا محمد وهتعرضوه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، هتلاقي فيه فن، هتلاقي فيه فرح، هتلاقي فيه سعاده، هتلاقي الراجل بيحاول ان هو يكلم اللعيبه النهارده، يمكن التقط صور تذكاريه عديده جدا مع لعيبه النادي الاهلي في خلال التدريبات، بعض ايضا كمان الفيديوهات ده يدل الحقيقه ان الراجل عايز يشيل كل الحرج الكبير جدا ويشيل كل الضغط الكبير جدا على لعيبه النادي الاهلي بجانب الخبرات الكبيره جدا اللي عندنا اللي عارفه اهميه هذه المباراه. اما بتقرا الصحف الاسبانيه وما بتشوف الاشاده الكبيره جدا بالنادي الاهلي بتحس بفخر كبير جدا جدا، فعشان كده قيمه النادي الاهلي الكبيره امام قيمه كبيره جدا زي ريال مدريد هتكون مباراه العالم كله هيتفرج عليها محمد. اكيد. طب كريم، من اللقطات اللي كانت بارزه جدا امبارح في رحله العوده من طنجه الى الرباط، فريق السيدات لنادي الوداد الرياضي المغربي استقبل اللاعبين والتقط معهم صور تذكاريه، يعني الاجواء والكواليس في هذه اللقطات عايزين نسمعها منك، لان احنا شفنا صوره بس لكن ما شفناش بقى الاحاديث الجانبيه وفرحه وسعاده فريق السيدات لنادي الوداد الرياضي وهم بيلتقطوا صور مع لاعبي النادي الاهلي. يعني محمد عارفين لاعبي النادي بالاسم الحقيقه، يعني كل لاعب بتلاقي كل واحد بيخش القفشه للكهرباء للشناوي، يعني بقول لك خلال مسيرتنا من طنجه الى الرباط يمكن كنا واقفين في بريك
بالصدفه يا محمد الحقيقه كان متواجدين الفريق السيدات المغربي هنا طبعا، لكن مجرد شافوا حفله النادي الاهلي وشافوا لعيب النادي الاهلي يعني التحيه الكبيره جدا والالتقاط لصور التذكاريه، عشان كده بقول لك يعني قيمه النادي الاهلي كبيره والحب الحقيقه الكبير جدا من اشقائنا المغاربه. يعني الحقيقه مش هنعرف نقول ايه، لان محمد في فندق الاقامه في التحركات في ملعب التدريب الكل بيتمنى لك التوفيق. مش معنى الوداد خرج الامور بالنسبه لهم انتهت، بالعكس ده بيقول لك احنا معاك لاخر لحظه وهتشوف عدد جماهيري يليق باسم النادي الاهلي. ده اللي احنا بنسمعه الحقيقه محمد من اشقائنا المغاربه. كانت صدفه سعيده جدا اسعدت الحقيقه الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي على العلاقه الطيبه المستمره والممتده الحقيقه من اشقائنا المغاربه. وامالنا كبير كالعاده في ملعب مولاي عبد الله طبعا ان شاء الله باذن الله تكون عدد كالعاده طبعا فول كاباسيتي لجمهور المغرب وجمهور النادي الاهلي، ورب ان شاء الله التوفيق يكون معانا وكل الظروف تكون معانا يا محمد. عايز برضو اكد على نقطه مهمه جدا، غدا الحقيقه هيبدا برضو اليوم بتدريب صباحي، لكن في امور عديده جدا. هيكون المؤتمر الصحفي غدا 1:15 بتوقيت القاهره، 12:15 هنا بتوقيت المغرب، يليها ان شاء الله باذن الله 4:15 بتوقيت المغرب هيكون الاجتماع الفني للوقوف بقى على كل الامور الخاصه التنظيميه، الامور المعتاده الحقيقه اللي احنا النادي الاهلي متعود عليها بشكل كبير. يوم مليء الحقيقه بكره بيه الاخبار والمعلومات، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالح النادي الاهلي يا محمد. طيب معايا خبر يا كريم بيقول ان قفشه كان تعرض لنزله برد وكهربا يمكن بيعاني من اجهاد، عايزك تطمنا على الفريق. وانا عارف ان نزله البرد او نزلات البرد ممكن تكون اكتر حاجه عامله قلق للجهاز الطبي والجهاز الفني نتيجه الاجواء البارده، احنا كمان بنعاني منها هنا في مصر خلال الساعات الاخيره. يعني الحقيقه تقلبات الجو طبعا يعني من زي ما قلنا من تطوان لطنجة للرباط في اختلاف كبير جدا في الجو، فكنا بنتمنى ان محدش الحقيقه يعني يصيب باي شيء. لكن يمكن الحقيقه ابدا معاك بالكهرباء، كهرباء بيشعر باجهاد بسيط الحقيقه، يعني مفيش امر يعوقه النهارده، يمكن خد بريك شويه من التدريب اتدرب فردي تحت اشراف طبعا اخصائي التاهيل ودكتور احمد ابو عبله، لكن اطمنا عليه يا محمد ان شاء الله يكون في كامل جاهزيته في تدريب الغد، ومنها ان شاء الله يكون في قائمه فريق النادي الاهلي في مباراه ريال مدريد. قفشه الحقيقه ادى للتدريب، الكل بيشعر بامور بسيطه يا محمد، مش هنقدر نقول نزله برد شديده، لكن هي شعور بسيط. لكن زي ما باكد لك يعني الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا جدا في هذا الطقس الحقيقه، بيحاول ان هو يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ماشيين على بروتوكول خاص جدا، اللعيبه ملتزمه بيه. لكن بطمنك قفشه ان شاء الله يكون جاهز باذن الله في تدريب الغد، كهربا بمشيئه الله يكون جاهز، كل اللعيبه اللي النادي الاهلي يكونوا جاهزين ان شاء الله في تدريب الغد اللي هيكون مهم جدا للعيبه اللي النادي الاهلي، هتبان وهتدينا رساله مهمه جدا مدى القيمه ومدى التركيز الكبير اللي احنا بنعمله وبنتمناه الحقيقه من فريق النادي الاهلي في مباراه هي الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. كولر النهارده عمل محاضره يا كريم في الفندق قبل التدريب، وهيعمل محاضره بالليل، يعني بيعمل كام محاضره مثلا على مدار اليوم؟ بالتاكيد يا محمد صباحا الحقيقه كان 10 صباحا هنا بتوقيت المغرب، كان في محاضره سريعه قبل التوجه طبعا للمران لتنفيذ الجمل والتكتيك اللي هو الراجل بيحاول ان هو يطبقه بمشيئه الله في مباراه ريال مدريد. محاضره اللي بيكون طبعا عقب انتهاء العشاء بيكون بقى فيها التدريب النواقص ايه، كل طبعا الامور الخاصه بيه، النقاط القوه اللي يمكن بيحاول ان هو ياكد عليها. مش هتقدر تواجه ريال مدريد يعني بشكل كبير جدا، لكن هيحاول بشكل كبير ان هو يكثف مجهوداته، يلعب زون بشكل كبير جدا على فترات متلاحقه من المباراه. فالراجل بيحاول يحفظ بعض الجمل، انت عارف يا محمد طبعا يعني مش لو اتكلمنا على اي لعيب في ريال مدريد محتاج اثنين وثلاث لعيبه ياكدوا عليه، لكن زي ما بقول مفيش مستحيل في كره القدم، الكره بتدي المجتهد، لاعبتنا بتجتهد الحقيقه بشكل كبير جدا. توفيق ربنا كان معانا في المباراه الاولى والثانيه، بنامل من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكون مع لاعبتنا في المباراه الثالثه. محاضره مستر كولر مستمر الحقيقه، سواء بشكل فردي مع ياسين المكاري، ايضا كمان مع لاعبي النادي الاهلي، بيحاول يا محمد كمان مستر كولر يعقد جلسات فرديه. النهارده شفناه مع طاهر محمد طاهر، من الواضح ان في ادوار مهمه جدا بيحاول مستر كول ان هو ياكد عليها مع لاعبي النادي الاهلي. بنامل لعبتنا تكون مستوعبه بشكل كبير جدا اهميه هذه المرحله، اهميه هذه المباراه. العالم كله وجمهور النادي الاهلي منتظر فرحه، فيا رب ان شاء الله تكون الفرحه باقدام لاعبينا 11 راجل في الملعب ان شاء الله يا محمد. لما جيتوا امبارح من طنجه للرباط قعدتوا كتير في اللوبي ولا طلعتوا على طول الغرف؟ حسب معلومات ان الكابتن سمير عدلي سبق البعثة قبلها بحوالي 6 ساعات، بحيث ان البعثة جت الرباط لقت كل حاجة يعني تمام، الغرف موجودة جاهزة، المفاتيح جاهزة، ما قعدتوش اعتقد اكتر من ربع ساعة او نص ساعة في الريسبشن. نقطة في غاية الأهمية يا محمد، لأن الترتيبات الإدارية أمر كبير ومهم جدا. أنا هبدأ معاك بقى من الكابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد مع الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم بدور كبير جدا. يعني كابتن سمير يا محمد يعني اسمه عميد إداريين العالم، واحد الحقيقة قيمة كبيرة جدا، واحد من أهم الإداريين الموجودين، عارف شغله مظبوط جدا الحقيقة. كمان مش عايزين ننسى العميد علاء صلاح الحقيقة المنسق الأمني اللي بيقوم بدور تنسيقي على أعلى مستوى الحقيقة، الكل يا محمد بيجتهد بشكل كبير. لكن الأمر المهم جدا فور وصولنا الحقيقة كل الأمور كانت متاحة، كل
الكروت الخاصه اللي بغرف اللاعبين، بمجلس الاداره، تناول وجبه العشاء سريعا، ومنها للغرف ما خدناش وقت كبير جدا لان انت عارف المجهود كان صعب والرحله كانت شاقه، فكان لابد يكون في ترتيب اداري على اعلى مستوى. ودي مش غريبه الحقيقه على كابتن سمير عدلي وايضا كمان على كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره ان هو يكون متواجد قبل وصول فريق النادي الاهلي. امور تنظيميه واداريه على اعلى مستوى، وامور فنيه محمد بنتمناها ايضا كمان تكون على اعلى مستوى. يتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. في الكواليس يا كريم اكيد كان في لقاء بينك وبين الكابتن محسن صالح، وفرصه انت معانا نسالك على الحاجات اللي ما بتظهرش على الكاميرا، لكن كابتن محسن صالح انطباعاته ايه عن البطوله؟ انطباعاته ايه على المستوى الفني؟ وجهه نظره ايه في مباراه الاهلي وريال مدريد؟ والكابتن محسن علامه كبيره من علامات الكره المصريه في التدريب، وعنده خبرات كبيره اكيد في مثل هذه المباريات والمحافل الدوليه. الكابتن محسن صالح ليه قيمه كبيره جدا، واحد يعني كلم فني بشكل مميز جدا، عنده رؤيه الحقيقه. هو بيقول طبعا زي اللي احنا بنقوله يا محمد، الاحترام مهم جدا، الخوف مش مطلوب، لابد ان احنا نكون بنلعب بقوه. لو يومنا في هذه المباراه الامور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا. السكواد اللي معانا واللعيبه اللي معانا ده كلام طبعا الكابتن محسن في الاحاديث طبعا اللي بتكون ثنائيه في المباريات، على طول بنكون متواجدين مع بعض في الفي اي بي بنتفرج كلنا طبعا كالعاده. الراجل بيتكلم على اهميه هذه المباراه، لكن كمان بيثق في لعيبه النادي الاهلي وبيثق ايضا كمان في مستر كولر. الراجل يمكن عاجبه بشده جدا مستر كولر على ادائه وترتيبه وسيناريوهات المباريات مباراه بمباراتها. الراجل ما بيخشاش المباريات الكبيره، بيواجه اي حد، بيقول ده للعيبه النادي الاهلي. فالحقيقه كابتن محسن قيمه كبيره جدا، بجانب طبعا كابتن زكريا ناصف اللي يمكن قايمين بدور مهم جدا كالعاده مع لعيبه النادي الاهلي، تحفيز ورسائل وعلى طول معاهم مع مجلس اداره النادي الاهلي. فبمشيئه الله يا محمد يعني كل المجهودات تكلل بالنجاح، ويا رب ان شاء الله يكون يوم نصر على فريق النادي الاهلي وعلى كل جمهور النادي الاهلي. اخر سؤال يا كريم، كابتن ساير عبد الحفيظ متفائل ولا شايف ازاي ماتش الاهلي والريال؟ الو سمعنا يا كريم؟ طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالزميل العزيز كريم احمد. يمكن النهارده يمكن خدنا منه تفاصيل كتير واتكلمنا معاه في موضوعات كتيره، والحمد لله طمنا عن البعثه والاخبار والاجواء، وان شاء الله باذن الله يكون الفريق جاهز ان شاء الله باذن الله في مباراه يوم الاربعاء امام ريال مدريد. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. نبدا مع بعض من كوره 11، وبيقولوا الضربات لا تترك كولر قبل المواجهه التاريخيه، الاصابات تثير القلق في الاهلي قبل مواجهه ريال مدريد. تفاصيل الخبر بيقولوا ان مارسيل كولر يشعر بالقلق بسبب كثره الاصابات اللي ضربت الفريق، وان هناك حاله تخوف شديد لدى كولر بسبب الاجهاد، الاجهاد عند السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج ومعلول وهاني، بجانب اصابه قفشه بنزله برد. يمكن طبعا الاجهاد هنا مش نتيجه انت لعبت مباراه يوم السبت او مباراتين في الاسبوع اللي فات، لا، الاجهاد نتيجه التحركات الكثيره، التنقلات. يمكن انت في بطوله ابو ظبي كنت موجود في اماره ابو ظبي، في الدوحه كنت موجود في الدوحه، ما اتحركتش كتير. لكن المره دي الفيفا عمل تنقلات عديده، بتتمرن في تطوان، مقيم في تطوان، تسافر تلعب في طنجه. طبعا الكابتن سيد والجهاز الفني تمسكوا بفكره ان هم يقيموا في طنجه عقب المباراه الاولى وما يرجعوش تطوان تاني، والفيفا وافق على ده. بس بعد يعني اقول لكم اجتماعات عديده وموافقات كثيره من مسؤولي الفيفا، وكان الامر متعلق بمسؤوليه الاهلي على هذا القرار، والحمد لله الفريق قعد في طنجه، وده افاد الفريق بدنيا حتى في مواجهه سياتل في الدور الماضي. طبعا كمان الاهلي كسب، تنقل من طنجه الى الرباط، مفيش طيران داخلي، ما كان في رحله عن طريق القطار البراك، الاهلي فضل يسافر بالحافله طبقا لرؤيه كولر. فكل دي تحركات اكيد ممكن تجهد البعثه وتعمل اجهاد بدني للاعبين، في ظل انك بتلعب ماتشين في اسبوع وعندك ماتشين كمان الفتره اللي جايه، ماتش الاربعاء مع الريال وماتش لسه يوم السبت، نتمنى يا رب يكون المباراه النهائيه. ففي جهد كبير جدا للجهاز الفني والجهاز البدني اللي بيشتغل على التاهيل والريكفري بالنسبه للتدريبات الاستشفائيه للاعبين. طيب حساب في الجول اتكلم على الحكم اللي هيدير المباراه، الحكم الاوروجواياني اندرياس موتينتي. هذا الحكم هو هيدير مباراه الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي المونديال. ادار 169 مباراه في مسيرته، اشهر خلالها 945 بطاقه صفراء بمعدل 5.6 بطاقه صفراء تقريبا في المباراه، يعني بيدي انذارات كثيره، بنتكلم 5-6 انذارات مثلا في الماتش. طرد 42 لاعب بالانذار الثاني، واشهر 54 بطاقه حمراء مباشره.
ليصل مجموع المطرودين على يده 96 لاعب، يعني عدد كبير جدا من الكروت الحمراء بمعدل طرد كل 1.8 مباراة تقريبا، يعني كل مباراتين لازم يطرد لعيب على ايده. احتسب 60 ركلة جزاء بمعدل ركلة كل مباراتين و8 من عشرة، يعني كل 3 مباريات لازم يدي ركلة جزاء. نتمنى يا رب تكون المباراة اللي جاية الحظ حليف الاهلي ان ياخد ضربة جزاء منه. على فكرة يمكن الحكم من اوروجواي معاه 2 مساعدين ايضا من اوروجواي، نيكولاس ساتران ومارتين سوي، والحكم الرابع ايفان بارتون، لكن حكم تقنية الفيديو الاسباني خوانا مارتينيز، وفي اكتر من حكم اكيد موجود، في مساعد حكم وفي مساعد حكم تاني وفي حكم للتسلل وفي حكم اضافي في تقنية الفي ار، وطبعا تقنية النصف الآلي تقنية التسلل اكيد موجودة في كأس العالم للأندية. كأس العالم فيفا، صباح الخير. تمسك بأهدافك ولا تتركها، تجد نفسك تصنع المستحيل. طبعا تويتر فيها تحفيز كبير جدا من الفيفا لحارس مرمى الأهلي، تمسك بأهدافك وإن شاء الله بإذن الله في مباراة الريال تقدر تحقق المستحيل وتتأهل للمباراة النهائية. طيب، في تصريحات مهمة جدا لجاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي والعديد من الأندية العربية والمصرية. قال الأهلي هو مثيل ريال مدريد في إفريقيا. الملكي لديه الكثير من الإصابات وهناك إخفاقات مؤخرا والفريق مرهق والأهلي يمكنه تحقيق المفاجأة. بيتكلم على فريق الريال عنده إصابات وعنده غيابات ولعب ماتشات كتيرة في الدوري الأسباني، لكن أعتقد الظروف متشابهة ما بين الأهلي والريال. الأهلي برضو لعب مباريات عديدة في حالة إجهاد، لكن طبعا الريال عنده إصابات عديدة أكتر، بيتكلم مثلا في 5-6 إصابات أبرزهم مثلا كريم بنزيما. لسه الأمور مش واضحة، المفروض القائمة تعلن النهاردة من الفيفا عشان نعرف ال 23 لاعب اللي موجودين في قائمة ريال مدريد. كمان تيبو كورتوا، في كلام كتير قوي على مسألة جاهزية تيبو كورتوا. النهاردة الماركة اتكلمت على إن كورتوا مش هيكون جاهز، وفي صحف إسبانية قالت لا، الكلام ده قبل ساعتين، قالت لا في أمور إيجابية ومؤشرات إيجابية إن ممكن كورتوا يكون مع البعثة ويلحق مباراة السبت اللي جاي وما يكونش موجود في مباراة الأربعاء. هننتظر إعلان الفيفا لقائمة ريال مدريد عشان نشوف مين ال 23 لاعب، هل ميندي موجود؟ إيدن هازارد موجود؟ لوكاس فاسكيز هل موجود؟ كل ده هنستنى لما نشوف القائمة اللي المفروض تعلن النهارده بحد أقصى قبل منتصف الليل. طيب، المصري الرياضي عامل تقرير إحصائي ورقمي ممتاز. بيقولوا في تقارب في معدل الأعمار وعدد اللاعبين الدوليين لكل فريق. الأهلي في مواجهة ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية رغم فوارق القيمة التسويقية. الأهلي بيمتلك 16 لاعب دولي. معدل الأعمار 26 سنة، القيمة السوقية 29.2 مليون يورو. بص بقى على الريال، 14 لاعب دولي، يعني أقل من الأهلي ب2 لعيبة. معدل الأعمار أكبر من الأهلي بحاجات بسيطة، 27 سنة. القيمة السوقية طبعا بقى بنتكلم في 20-30 ضعف، 849 مليون يورو، دي القيمة السوقية لنادي ريال مدريد. أكتفي بهذا القدر بترند الأهلي، لسه عندنا تفاصيل أكتر في ترند الأهلي أكيد، ولكن نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل. السلام عليكم. المدرب الفرنسي هيرفي رينار موجود في المغرب، هيحضر كل مباريات البطوله خلال الفتره اللي جايه، مباراتي نصف النهائي والمباراه النهائيه ان شاء الله. يمكن رينار طبعا ارتبط بشكل كبير جدا بالاشقاء في المغرب، رغم ان هو دلوقتي بيدرب المنتخب السعودي، ولكن دائما وابدا هتلاقيه موجود في زيارات عديده للمملكه المغربيه، لما ارتبط بالكثير او بالتاكيد من علاقات قويه مع الجماهير الكره المغربيه، في ظل ان كان الاعلام المغربي يعني مش عايز اقول لكم كان بيحاسبوا على التسلل، بيحاسبوا على رمية التماس، لكن مع ذلك رينار كان شايف من اهم الفترات اللي اشتغل فيها مع منتخب المغرب كانت في الفتره السابقه، وحاليا مع منتخب السعوديه عامل نجاحات كبيره جدا. لكن نكمل مع بعض ترند الاهلي، وعلى طول كده قدر الامكان بنحاول نوريكم كل اللقطات والاخبار الحصريه من البعثه كل ما يكون معانا الجديد. طيب، الوطن الرياضي بيتكلموا على ما كتبته ماركا الاسبانيه في الساعات الأخيرة قبل مواجهة الريال والأهلي. ماركا بتحذر ريال مدريد من ثلاثي الأهلي قبل موقعة كأس العالم للأندية. صحيفة ماركا الأسبانية يمكن ألقت الضوء على نقاط قوة الأهلي، وقالت إن منتصف ميدان الأهلي بيتمثل في الثلاثي عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، ودول جزء كبير جدا من قوة وخطورة المارد الأحمر، إلى جانب الحارس المخضرم محمد الشناوي اللي بيعد من أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية. صحيفة ماركا قالت كمان إن الأهلي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين أبرزهم
محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، وأليو ديانج لاعب وسط منتخب مالي، واتكلموا كمان على علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس اللي شارك في كأس العالم الأخيرة في الدوحة قطر 2022. إذن الصحف العالمية بتتكلم عن الأهلي بشكل إيجابي جدا، ودي الصورة الإيجابية اللي احنا سعداء بيها، إن الأهلي بيقدم صورة طيبة عن الرياضة المصرية وعن الكرة المصرية، وده مش النهاردة بس، ده على مدار التاريخ دايما النادي الأهلي هو الصورة المضيئة للرياضة وللكرة المصرية خارج الوطن. طيب الوطن الرياضي، وبيكلموا ان في تحرك مفاجئ من الخطيب لحضور جماهير الاهلي في مباريات دوري ابطال افريقيا. الخبر متعلق ان امبارح كان الاتحاد الافريقي بعت خطاب رسمي للاتحادات الوطنيه في القاره الافريقيه، ومن ضمنهم الاتحاد المصري. والاتحاد الافريقي قال في الخطاب كل القيود الطبيه اللي كانت موجوده في الفترات السابقه تم الغائها، وبالتالي من حقك انت كنادي بدءا من يوم الجمعه اللي جايه في استئناف مسابقات الانديه الافريقيه دوري الابطال وكاس الكونفدراليه ان الجمهور يحضر كامل العدد. مفيش حاجه اسمها 3000 او 5000 نتيجه ظروف الكورونا، خلاص الموضوع ده اتلغى رسمي. والكاف قال للانديه نرجع لما هو قبل عام 2019، خد الموافقه الامنيه، لو الملعب بيشيل الساعه الكامله والامن موافق احضر بالساعه الكامله، سمح لك بنص الساعه الكامله ما عندناش مشكله، ومنك للامن، وتختر الكاف قبل ميعاد المباراه بحوالي اسبوع 10 ايام، وبالتالي خلاص نرجع لما هو قبل عام 2019، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون في حضور جماهيري. لذلك الكابتن محمود الخطيب بيبدا يتحرك في الملف ده عشان مباراه دوري ابطال افريقيا، وتحديدا اول مباراه هتكون في القاهره مباراه الاهلي وصن داونز عقب مباراه الهلال السوداني نهايه هذا الشهر. ان شاء الله يكون في تحرك ايجابي في هذا الملف. نطلع كده لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع ناخد مع بعض اخر حاجه معانا في الترند العالمي ومشاركات الناس على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، ونروح للترند العالمي اللي بالتاكيد هيكون فيه كلام على مباراه الريال مع الاهلي. سبورت 360 عربيه بيقولوا حسب عديد المصادر كورتوا غير قادر على المشاركه في كاس العالم للانديه مع ريال مدريد بعد اصابته خلال عمليات الاحماء بالامس امام ريال مايوركا، ضربه قويه لكتيبه كارلو انشيلوتي قبل المونديال. ناخد حاجه اخيره في الترند العالمي، وفي تصريح مهم جدا للمتحدث الاعلامي لريال مدريد لفيل جول، قال موقف تيبو كورتوا لم يتحدد حتى اللحظه، يجب انتظار نتيجه الفحوصات اولا لتحديد امكانيه سفره الى المغرب من عدمها. النهارده الساعه 12 بالليل هيكون الموعد النهائي والرسمي اللي الريال يبعت فيه القائمه النهائيه قبل مواجهه الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي، عنده 48 ساعه قبل مباراه الاهلي. فبالليل النهارده بعد الساعه 12 هنعرف الريال اختار قائمته ومين هيكون موجود ومين مستبعد. السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، الرساله اللي توجهها للجهاز واللعيبه. استاذ عصام فرحات بيقول ابطال ورجال الاهلي، لقد فعلتم كل ما كنا نتمنى في ماتش ريال مدريد، استمتعوا ومتعونا ولعبوا بروح الفانيلا الحمراء وبشخصيه الاهلي، وبعد ذلك كما تعودنا المستحيل مش اهلاوي. هجري بسرعه في التعليقات، احمد محمد بيقول اللعب برجوله ومن غير خوف لانه ماتش مش بيتكرر كتير، لازم اظهار شخصيه اللاعب المصري واحترام تي شيرت الاهلي باذن الله. ناخد كمان رأي معانا، أستاذ مصطفى بيقول كلنا ثقة فيكم يا رجالة، وربنا يوفقكم وتكونوا على قدر المسؤولية وتفرحونا بالفوز على الريال والصعود للنهائي، وبإذن الله كأس العالم للأندية في الجزيرة يا رب. رأي كمان معايا أستاذ عبد الرحمن حماد بيقول رسالتي للاعبي الأهلي، بقول لهم العبوا ومتعوا نفسكم والنتيجة على الله، وربنا يوفقكم، ومش بعيد على ربنا إنه ينصرنا، كله بأمر الله. أستاذ عمر بيقول العب واتمتع ونفذ كلام المدرب وبأمر الله منصورين. آخر رسالة معايا، أستاذ صابر عباس بيقول نحن نثق بكم، ثقوا أنتم في أنفسكم. والله العظيم تعليقات ورسائل إيجابية بشكل رائع جدا، تخليني أنا دلوقتي ومش بلعب كورة أنزل أبقى متحمس أكل النجيلة في مباراة ريال مدريد. مانويل جوزيه كان قال لعبت الأهلي في 2001 نسبة فوزك على ريال مدريد لا تتخطى 1%، انزل ومتع نفسك ومتع الجمهور، وان شاء الله ده اللي هيحصل مع كولر في مباراه الاربعاء الساعه 9 بتوقيت القاهره. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا اللقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.